السلام عليكم، اهلا خوتي اخواتاتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم اليوم معايا. عندنا واحد الجوله اليوم، مشيت البيم ولقيتهم جابوا شي حميدات وعروض زوينه فبغيت نشارككم معكم. فبسم الله على بركه الله ولا يحلو الكلام الا بالصلاه والسلام على الحبيب مصطفى المختار. اول حاجه كاينين هاد الحكاكه ولا اللي تنغابيو بها تنحكو بها كيخيزو ولا فروماج ولا اي حاجه، جابوا هاد الموديل هذا زويون البنات عجبني، وهادو هما اللوينات اللي كاينين فيهم. هي عباره عن حكاكه وفي نفس الوقت كتبقى بواطه، الا حكينا شي حاجه هكايا ممكن نحتفظوا بها لداخل، نقدروا نديروها في الثلاجه ولا هكايا. هي هادي البنات انا حليتها قدامكم باش تشوفوها، يعني الا حكينا شي حاجه تنغطيوها وتنحتفظوا بها، ولا تركبوا الحكاكه تتركب هكايا هنا ملي تنقبضوا وكنبداو نحكوا. اللي حكينا راه تهبط فيها زوينه، حكاكه وبواطه في نفس الوقت، يعني جوج في واحد عجبتني. وبالنسبه للثمن البنات راه دايره 15 درهم، يعني 300 درهم. وهما هادو اللوينات اللي فيها، في هذاك الكرونه، في هذاك الزريرق هكايا، وفي هاد الكرينوار، وايضا في هذاك الصومو. زويونه وجاتني براتيك، وهي تبارك الله البنات راه خرجت بزاف. وهنا غادي ننتقل بكم البنات لهاد الباني هادي، ولا الباني ديال الغسيل اللي كنغسلو فيها اللواني في الكوزينه. بالنسبه للثمن البنات دايره 700 درهم، 35 درهم، زوينه البنات وكبيره. والبلاستيك ديالها باش عجبني انه داك البلاستيك اللين، يعني بحال ماشي السيليكون، بلاستيك رطيطب. وتبارك الله عندها البلاطو ديالها، وحتى الحفيرات هذوك اللي كنديروا اللي كنديروا فيهم معلقات والفريشطات هكايا كبارين ومتسعه. وبالنسبه للثمن كي قلت لكم راه البنات دايره 35 درهم، 700 ريال. وهو هذا البلاطو ديالها، والبلاستيك البنات ديالها زوين رائع، يعني بلاستيك لين ماشي داك البلاستيك اللي طاح. وهنا البنات غادي ننتقلوا لهذا الباتور اللي عنده سيبورا ديالو. بالنسبه لهذا البنات راه مطلوب وخرج بزاف، كلشي تيقلب عليه. بالنسبه للثمن ديالو ديال 150 درهم، ولا ماك دوتشمان ديال المانيا. وكي كتشوفوا راه عنده اربعه جوج ديال الفوي وجوج دوك اللي عاملين بحال شكل كروشي، وبالباتور ديالو الباسينا ديالو وداك السيبور هكا اللي فيه. اللي بغينا نديرو شي حاجه كطرب كنقدروا نخليوه طرب وتنقضيو حاجه اخرى على عمل العجانه. وبالنسبه للثمن البنات الثمن رائع، 150 درهم، 3000 ريال. وهنا غادي ننتقلوا ثاني لهاد الطبيسلات ولا المهم هادو راه ديال السيراميك البنات، يدخلوا الفران. بالنسبه للثمن حتى هما دايرين 700 ريال، 35 درهم. هما كيجيو على شكل مقيله هكايا، كاين كاينين البنات راه جابوا غير لو بلون، وكاين شكل هذا المربع وشكل دائري، يعني وتيدخلوا الفران. ها هما تتقراو طبق مستطيل من السيراميك، يعني تيدخل الفران. كاينه هاد الدائريه هي هادي، والمربع اللي وريتكم جابوا فيهم هاد جوج انواع. وايضا جابوا هاد مجموعه الصحون، هي عباره عن سته ديال هما هادو كي كتشوفوا، سته ديال الصحون صغار ديال البورسولين بالسيبوره ديالهم ديال العود غزالين. وبالنسبه للثمن راه دايرين 80 درهم، 1600 ريال. وهنا تنوريكم ها هما بالسيبوره ديالهم، وعندهم ديك هادي البنات هي اللي كتتركب في الوسط وتنقدروا نهزوها منها، هادي بلاصتها راه تتركب تتمونطا غزي ولا هكا. كل حفيره نحطوا فيها يا زيتون يا بريوات يا اللي بغينا هكا، وتجي في الطبله مجموعه وكتجي شي حاجه انيقه غزاله. وبالنسبه للبورسلين ديالها البنات السويون رائع، ما فيش داك البورسلين اللي محبب تيبان لك في يدي فوق، هذا تبارك الله البنات نقي شي حاجه رائعه. وهنا تنوريكم ديك اللعيبه اللي كتركب، راه تتركب الوسط ومنها تنهزوها. وجابوا البنات هاد الدوبل، هاد الدوبل بلاك شوفون البنات على الاقبال بزاف، ولا مارك امبيريال البنات شي حاجه رائعه. وبالنسبه للثمن ما تلقاوش ما ارخص، يعني دايره 200 درهم، 4000 ريال هي هادي البنات. وبالنسبه للواتس الكبيره فيها الدائره الكبيره، يعني لا بلاك ولا الراس الكبير في 1500 واط، والصغيره فيها 1000 واط. وهنا فيها السرعه ديال درجه الحراره من 1 حتى 5، وكل وحده كتشعلها راه كيمشي مع الضو ديالها كتعطيك سين بانها شاعله. هي هادي البنات. وهادو البنات راه واحد الكاوتشوات تيركبو لتحت باش ما تتبقاش تزلق، يعني كتشي عليها وانت في امان ثابته. هي هادي البنات، هادوك التقيبات هما فين كيركبو دوك الكاوتشوات هكا باش تتخبط بلاصه، ودوك الشليدات تيشدو بلاصه وما تتبقاش تتلعب لينا. البنات راه رائعه وكلشي كيدخل تيسول عليها، عجبتني. وراه مازال كاينه، انا مشيت اليوم لقيت السلعه راه مازال موجوده.
وجابوا حتى هاد الطبله البنات، هاد الطبله اللي قابله للتمديد، يعني انها تنقدروا نكبروها وتنصغروها. بالنسبه ملي كتكون عاديه الطبله كيكون فيها 80 سنتيم في العرض على 130 في الطول، وملي كنكبروها راه كتولي فيها دائما كتبقى 80 سنتيم في العرض وكتولي فيها 170 سنتيم في الطول. هي هذه البنات، وبالنسبه للثمن راه دايره 750 درهم، يعني 15 ريال. وايضا البنات كاين هاد البرمه هذه الكسكسيه بالنسبه للثمن ديالها دايره 220 درهم، يعني 4400، وراه اينوكس، وبالنسبه للسعه ديالها راه 8 لتر. غزاله البنات، واينوكس ودقيق، لا عجبتني، ومغرافيه من التحت اينوكس 18/10، شي حاجه رائعه. هي هادي عجبتني، حمقاتني البريد، وايضا البنات غادي نبدا معكم التخفيضات اللي دايرين في الكيسان. فالبنات تخفيضات رائعه، كاين هاد الكيسان زويونين بالنسبه للثمن، كانوا دايرين 40 ونزلوهم 30، وداروا تخفيضات غزاله البنات. في هاد الكيسان هادو كيجيو في العصير غزالين بالنسبه للثمن ديالهم، راه البنات راه من 60 درهم نزلوهم 40 درهم، والباكيه كي كتشوفوا فيها 6 زويونين تيجيو في الحطه غزالين. وايضا حتى هاد الكيسان هادو البنات راهم زمانيين ديال بكري، كانوا عند والدينا، ما كاينش الدار اللي ما كانوش في هاد الكيسان. بالنسبه للثمن تاهما البنات راه نزلوهم 40 درهم نزلوهم 30 درهم، والباكيه فيها 6. وحتى هاد الكيسان البنات تاهما داروا فيهم تخفيض زوين تاهما، بالنسبه للباكيه تاهي كي كتشوفوا فيها 6. يجيو الماء العصير بالنسبه للثمن البنات راه نزلوهم من 30 درهم ل 20 درهم، 400 ريال، يعني ثمن ولا في الاحلام. ومعجبوني انا التخفيضات اللي دايرين. وتا هاد الكيسان هادو البنات هما فيهم تخفيض زوين بالنسبه للثمن، راه نزلوهم من 18 درهم 360 نزلوهم 260، والباكيه فيها 6، وماشي صغارين راه مويانه كايا. وهاد الكيسان تا هما البنات تا هما شي حاجه ديال قديمه معنا، كبرنا معاهم. بالنسبه للثمن من 700 نزلوهم ل 500 ريال، يعني باكيه فيها 6 البنات ب 500، سواء خديتي باكيه فيها القصارين اولا باكيه فيها الطوالين 500 ريال البنات، 6 الكيسان ب 500 ريال. ومتوفرين في هذا اللون هذا اللي كيجي بحال هكا بلوسيال غزالين. هي هذه الباكيه، نحاول نوريكم، راه هما 6 البنات الباكيه فيها 6 ماشي 4، باكيه فيها 6 سواء كبار سواء صغار، ثمن خرافي 25 درهم 500 ريال، لا غلى على مسكين. وايضا داروا تخفيض زوين في هاد الكويسات هادو البنات، عجبوني روميين بامتياز، شي حاجه ديال الوقت. بالنسبه للثمن من 45 درهم نزلوهم ل 35 درهم، يعني من 900 نزلوهم ل 700، وهذه وقيته العصير والمهم السوائل مع سيدنا رمضان. وايضا كاينين هاد الكويسات اتاي تا هما نزلوهم من 360 18 درهم نزلوهم ل 260 13 درهم، فنين يعني هادو البنات يجيو الاتاي بامتياز. وايضا كاينين هاد الكويسات هادو تا هما، هادو ماشيين بلديين ماشيين عصريين كما بغيناهم، وهادو البنات لا ماقليميناك زوين الجاج ديالها. بالنسبه للثمن نزلهم البنات من 43 درهم نزلهم 30 درهم. وحتى هاد الكيسان البنات القهويين خرجوا بزاف تا هما، نزلوهم من 40 درهم ل 30 درهم، نقصوا فيهم 10 دراهم البنات، تبارك الله هادو تا هما خرجوا بزاف. انا كنشوف الناس علاش الاقبال كاين، كنقول لكم يعني واش كتتفقوا معاهم ولا ما كتتفقوش معاهم. وكاين هاد الموديل هذا، هذا البنات زيد على الموديل الاول ب 10 دراهم، يعني الموديل الثاني ديال 40 درهم. ولقيت حتى هاد لو موديل هذا ديال هاد الكيسان على عمل اللي وريتكم الاولين قصارين، هادو الطوالين ديالهم بالنسبه للثمن نزلوهم من 520 نزلوهم ل 20 درهم، يعني دايرين 400 ريال. وعاود كاين هاد الشكل هذا بعد ما كان داير 60 درهم نزلوه البنات 45.90، يعني 900 ريال 920 ريال. واخيرا كاين هاد الشكل هذا حتى هو بعد ما كان داير 50 درهم نزلوه 40 درهم، وكاين في البيستاش والغوز. وهنا انتهى الفيديو ديالنا، والسلام عليكم.